تزامنا وموجة الاضطرابات الجوية التي تشهدها مختلف ولايات الوطن، قامت قافلة تضامنية مكونة من الهلال الأحمر الجزائري بالتنسيق مع مصالح مديرية النشاط الاجتماعي ورجال الحماية المدنية، إضافة للشرطة بولاية الجلفة، بجولة استطلاعية لتقديم يد العون للأشخاص دون مأوى. كاميرا النهار رافقت القافلة التضامنية ليلا وجابت مختلف شوارع الولاية. التغطية لزكريا منتح. جل الحالات الموجودة هنا بالمركز تم تجميعها في الفترة المسائية يوميا، والعملية مستمرة على مدار سنة، ولكن تعرف شدة في التدخل تاعنا مع شركاء العمل بطبيعة الحال في الفترة الشتوية. احنا اليوم درنا جولة استطلاعية نشوفوا هاد المتسردين ونجيبوهم هنا لإيواءهم، المركز هذا اللي متكفل بالإيواء تاعهم. تم التكفل منذ أكثر من أسبوعين بالأشخاص بدون مأوى، وفي هذا المكان بالذات هو مركز مستشفى الصدور سابقا. اللجنة هذه راح قائمة بالعمل تاعها، والعمل راه متواصل كل ليلة تقريبا من الساعة 8 حتى تقريبا الساعة متأخرة من الليل لحماية هذه الأشخاص وتقديم لهم اليد العون.